بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 1، نشوف المقطع رقم 6، نشوف فيه ثيرمال كوندكتيفيتي وثيرمال ديفيوزيتي. نعيد كتابة اللي هو الفوريير لو بحيث نطلع قيمة الكي اللي هي عندنا هنا الريت اوف ترانسفير ثرو يونيت ثيكنس في ماتيريال بير يونيت اريا بير يونيت تمبريتشر ديفيرنس. ثيرمال كوندكتيفيتي قلنا انها ايش تقيس قابلية المادة لي نقل الحرارة. The high value for thermal conductivity indicates تدل إنه الماتيريال is a good heat conductor، نقل جيد للحرارة. لكن لما تكون الكي يعني منخفضة و have a low value، this indicates that material is a poor heat conductor or insulator، إنها مادة ناقل سيء للحرارة وإنها أصلاً مادة عازلة. كيف نقيس thermal conductivity؟ مثلاً نأخذ لنا الكبر، نأخذ منه sample material، هنا عندنا باللون الأبيض. إذن عارفين أبعادها كلهم، عارفين الأريا تبعها وعارفين الثيكنس تبعها. بعدين إن نحيطها من جميع النواحي بمادة عازلة إلا هذه الناحية وحدها نخليها مكشوفة. ليش نحيطها بمادة عازلة؟ علشان نمنع تسرب الحرارة من هذه النواحي. إذن الحرارة ما راح تمشي إلا في ناحية، انتقال الحرارة راح يكون بس في هذه الناحية في هذا الاتجاه. من وين جاي الحرارة؟ نحط إلكتريك هيتر هنا في هذه الناحية. ليش نحط الكتريك هيتر؟ لأن الباور تبعه معروفة اللي هي نفسها تساوي الكيو، إذا الكيو معروف. بعدين نجيب ثيرموكابل نقيس به تي 1 ونقيس به تي 2. إذا ايش ثيرمال كوندكتيفيتي صارت معروفة، مثلا لهذا الماتيريال كبر 401، للايرون 8.2، بالنسبة للهواء 0.016. إذا نظرية هذه التجارب لي مجموعة من الماتيريالز مختلفة، لكن في إيش؟ في درجة حرارة الغرفة مثلاً 25 درجة مئوية. وجد إنه أقل شيء ثيرمال كوندكتيفيتي هما الغازز والإنسوليتر، وأعلى شيء ثيرمال كوندكتيفيتي هما البيور ميتالز والنون ميتاليك كريستالز. إذا ودك ناقل جيد للحرارة فأنت تستخدم البيور ميتالز أو نون ميتاليكس، مثلا تستخدم الكبر أو تستخدم السيليكون كبريت. وإذا ودك مادة عازل جيد للحرارة فأنت تستخدم إنسوليتر أو تستخدم غازز مثل الأير أو مثل الوود. لكن ثيرمال كوندكتيفيتي هذه تتغير مع درجة الحرارة. مثلا عندك الأيرون، شوف الأيرون هذا شفناه من شوية أنه 8.2، لاحظ هنا ممكن يوصل تقريبا إلى 100 وممكن يقل إلى درجة حرارة أقل من 80 اللي شفناه مشوي. إذن هو يتعلق ثيرمال كوندكتيفيتي تبعه تتعلق بدرجة الحرارة، فكلما زادت درجة الحرارة كلما قلت ثيرمال كوندكتيفيتي تبع الأيرون. هلا بدنا نشوف ثيرمال ديفيوزيفيتي. ثيرمال ديفيوزيفيتي لاحظ حتى وحدتها اللي هي متر سكوير بير سكند represent how fast heat diffuses through the material. كيف؟ إيش هي سرعة انتشار الحرارة في أي مادة؟ thermal diffusivity هي heat conduction على الheat storage، الحرارة الheat مخزنة في أي material. لما تكون material has a high thermal conductivity or low heat capacity will obviously have the large thermal diffusivity. طبعا كلما كانت هذه عالية كلما كانت ثيرمال ديفيوزيفيتي عالية، لأنها متناسب تناسب طردي. The large thermal diffusivity لما تكون الألفا عالية، إيش معنى هذا؟ إنه انتشار الحرارة يكون سريع في أي وسط. Small value of thermal diffusivity لما تكون كميتها منخفضة، ايش اللي يصير؟ هذا يعني ايش؟ هذا يعني انه الحراره انها absorbed by the material، انها تم امتصاصها من طرف الماتيريال، وبالتالي الكوندكشن كمان
يكون heat by conduction تكون أقل كمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.